واحدة في سينما تشارلي تشابلين ما كاسته انا يدا خاصه لو تيليس جي لا شانس دو بار اوتور دو ريبريزونتي لا فام الجيريان سبيسيالمون لا فام الجيرواز ان توت سا ترونت سلام مع المرأة الجزائرية أو بالأخص العاصمية وحياة تقليدية. كون معكم إكرام غازي العمر 18 سنة يعني هي ممارسة الرياضة صحت لي فرصة باش نشارك في مسابقة ملكة الجمال الجزائر العاصمة هذا فخر كبير بالنسبة لي باش نكون في مسابقة مثل هذه طالبة جامعية تخصص ترجمة عربي فرنسي إسباني وعالدة أزياء أدب شرف كبير لي أن نكون من بين المتسابقات في مسابقة ملكة جمال الجزائر العاصمة لأن هذا الحلم ديالي مليكم صغيرة وأيضا نتمنى إن شاء الله هذه المسابقة تسهل لي الطريق لتحقيق أهدافي في الأعمال الخيرية كمساعدة المرضى والمحتاجين وإيصال صوت ورسالة المرأة الجزائرية وترويج للتراث الجزائري أيضا نتمنى إن شاء الله نكون عند حسن ظن الجميع ونمثل المرأة الجزائرية العاصمية في أحسن صورة وأيضا نتمنى التوفيق لجميع المشاركات عارضة أزياء وممثلة سعيدة صحت لي الفرصة باش نشارك في مسابقة ملكة جمال ملكة جمال العاصمة كل واحدة بهدفها واحدة بصورتها كل واحدة بلمستها ولكن الهدف واحد هو تمثيل المرأة الجزائرية العاصمية تحديدا وأيضا الحفاظ على الموروث الثقافي هذا اللقب لربما يعطي فرصة لملكة جمال الجزائر العاصمة للحفاظ على الموروث الثقافي وأيضا للمدافعة أو الدفاع على قضية تهم المرأة العاصمية Je le remercie beaucoup pour cette chorégraphie. Elle est excellente. Elle a été faite en 3 jours avec les 4 chorégraphes qui vont venir. Donc, Habib Tata, bravo. Par rapport à Malhad Tarab dans Salida Dahar, c'est 3 jours effectivement. Le Bnet Ayaou, Tabou Mahabashouya, c'était pratiquement Moutmouni Ata Asbah, Tadash Tablil. Même Houma Mdou Kaaba Rouchadam, Hlatel, on ne pouvait pas faire autrement. C'est gain l'organisation et à la vie et au bon déroulement de stage, y compris le coach Monsieur Hader que je remercie aussi, Bouzid que je remercie, les encadreuses de l'équipe de l'organisation de messagerie, Madame Radiali Abdelta, Madame Hamel aussi. Donc, alhamdoulilah, je vous remercie en toute amitié et en toute fraternité, mais avec beaucoup de professionnalisme. Je suis aussi un peu plus de المواصفات اللي تجتمع فيها التفاصيل اللي تشترك ربما في كامل التراب الوطني. متروبول دو لالجيري، سي فري كو العادة التقاليد تاعها كاين ديفيرسيفي مع لي زوطخ ولايا اوسي. مي ابخي جول اترافير من هاد المنبر هذايا نحط ان ميساج باغ كونتخ. سي فري كو شاك فوا اون بارل باتريمون لالجيري، لي تراديسيون، تو سكي سونسوي، مي اون بارل لا توني تراديسيونيل. يا با كو لا توني تراديسيونيل، يا دي جون كي كوميرسياليز هاد السبة هادي بوغ pour se faire valoir. Les traditions d'Algérie sont d'Alger Centre, qui est la Coulette, qui est le Tarbiya, qui est l'artisanat, c'est vraiment très varié. Même l'Aïcha, comment on fait aussi. Et avant, je vais aller quand c'est à l'Aïcha, je vais aller à l'Aïcha, si j'arrive à l'Aïcha, je vais aller à l'Aïcha. Donc avant, c'est devenu, je vais l'envoyer à tout le monde qui jette les autres Hacha comme l'Aïcha, et il y a le Tarbiya, il y a le Tarbiya, مازال محبوب القلب العشق والهاد الميجان مازال حي مازال ما نسمحش له يصير عليها نقتال مازال حي مازال محبوب القلب العشق والهاد الميجان مازال حي مازال ما نسمحش له يصير عليها نقتال Thank you.
شاركت في مسابقة ملكة جمال الجزائر العاصمة من أجل إيصال صوت وصوت المرأة الجزائرية، وأيضا من أجل إحياء التراث الجزائري والعاصمة خاصة. اسمنا ميك اب ارتست وموديل فوتو، نتمنى أن تحصل على لقب. السلام عليكم، معكم سنينة فاطمة الزهراء، 22 سنة، طالبة جامعية سنة أولى ماستر قانون قضائي. ميغانا يسرى، 25 سنة، تاجرة وعارضة أزياء. جيت اليوم باش نشارك في مسابقة ملكة جمال الجزائر العاصمة للحفاظ على اللباس التقليدي وللحفاظ على العادات والتقاليد العاصمية. كونطابيليتي وعارضة أزياء، شاركت في مسابقة ملكة جمال الجزائر العاصمة ولي الشرف أن أمثل المرأة الجزائرية العاصمية جمال الجزائر العاصمة. شكرا، تحية كبيرة لهم، يستاهلوا التشجيع ويستاهلوا التحفيز. طبعا مسابقة ملكة جمال الجزائر العاصمة مسابقة كانت لابد انها تكون
Sorbonne, l'architecte.
معنا للنهائي. ثلاثة ربما راح يفرقونا في هذه اللوحة، فنتمنى لهم حظ أوفر. لأن الموسيقى كافية بأنها تخلق معنا للنهائي هي المشتركة رقم 8. ثاني مشتركة راح تكمل معنا للنهائي هي المشتركة رقم 9. المشتركة رقم 11. وأيضا المشتركة رقم 7. وأخيرا خامس مشتركة راح تكمل معنا للنهائي ملكة جمال الجزائر العاصمة المشتركة رقم 3. فمبروك على المشاركات الخمس راح يكملوا معنا للنهائي ملكة جمال الجزائر العاصمة. وحظكم الآن نقول لكم حظكم موفق في النهائي المتسابقات أو المشتركات. ونروحوا مباشرة نسمعوا ثالث فقرة فنية الآن بملا مع الفنان فيصل جالكسي. نشكر كل المصممين اللي رفقوا المترشحات في اللوحات، ايضا نشكر كل الطاقم التقني العامل على هذا الحفل سواء من الكادرار للريجيسور الملكة جمال الجزائر العاصمة. راح ايضا تكون ملكة جمال او المترشحات ملكة جمال الجزائر، فبالحق بتوفيق لكل النهائيات اللي قعدوا معنا والمترشحات اللي قعدوا معنا لهذا النهائي. ربما تشوفوا لاسين تشوفوا برك لين كبير قائم على هذا التفاصيل. نشكر كل القائمين على هذا الحفل. ايضا نتمنى كل التوفيق للسيده راضيه بن شيخه ان شاء الله التتويج باللقب. فبدون اطاله نروحوا لاخر منعرج لهذا المسابقه او لهذا الحفل او اخر لحظات هذا الحفل طبعا، باش نشوفوا اخر المنتسب. هاد السؤال مترشحات لحق النهائيات. كنت الصوت الجزائر العاصمة.
فما هي صرختكم للمواطن الجزائري؟ أول شيء نحيي لجنة التحكيم ونرحب بالجمهور اللي حاضر معنا اليوم. ألوغ، لو كنت عاصميين والعاصميات، وين راهي ريحة البهجة؟ وين راهي التراب؟ وين راهي التراب عفوا اللي خلاوه شوارع القصبة اللي كانت تعبق ريحتها، اللي كانت خلوش تكنولوجيا تأثر علينا؟ على بالنا بلي هي نعمة ونقمة في نفس الوقت، ما تخلوهاش تأثر علينا وتبعدنا على لمة الحباب والعائلة في المواسم والعياد. وين راهي البهجة اللي كانت فرحانة وناسها وولادها وحفادها وديما من الموقع؟ ياك ناس زمان قالوا الجديد حبوا والقديم مات في الوطفه، ولا لا لا؟ وبلا ما ننسى أيضا، حبيت نقول أنه شرف لي، شرف كبير أيضا لي أنه نكون من بين المشاركات في هذه المسابقة. وايضا حبيت نشكر جميع من لي جوري لي كوتش وليكيب تكنيك اللي كانوا معنا ومساعدينا في كل وقت، وشكرا للجمهور اللي هو معنا. مساء الخير، اول شيء ان نرحب بلجنه التحكيم والجمهور الكريم اللي هو حاضر معنا. لو كنت صرخه الجزائر اندد واقول من راك يا العاصمه، وين راك يا اللي نساوك ونساو عاداتك وتقاليدك ولباسك ونظافتك، وين راك يا اللي كنت انت هي الاولى ما بين كاع البلدان والاوطان، وين راهم اللمات، وين راهم الدوائر والقعدات، وين راهي الجاره اللي ربات، ان شاء الله يولوا هاد الايامات. عفوا ونشكر الجمهور اللي راح حضر معنا. بسم الله الرحمن الرحيم، اول شيء حبيت نقول مساء الخير، انا حبيت نرحب بلجنه التحكيم والجمهور الكريم. اذا كنت انا صرخه الجزائر العاصمه، راح نوجه كلمتي لبلادي وشعبي، بلادي وشعبي وأولادي العاصميين، إنه يحافظوا على عاداتها وتقاليدها وأصولها، وأيضا عفوا وين راكي العاصمة؟ توحشنا لمتك الزينة، من راكي يا العاصمة؟ صغيرات ربما في الخبرة وفي السن، ولكن راح نمدحو لك الضغط. كوني أنت، كوني كما أنت، عبري كما أنت حكي، ما أنت فهمتي، وعبري كما أنت حابة تكلمي، وديري في بالك دائما أنك تحدثي مع العاصميين ومع العاصمة ومع الجزائريين، خاوتك وخياتك. حبيت نقول إنه العاصمة مازال فيها ريحتها، مازال فيها ريحة مازال ريحه بكري، مازال ريحه مازال براحه. حبيت اقول انه وصلت لهذه المرحله، وشكرا شكرا 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 ليك. السلام عليكم. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، حبيت
نشكركم، وحبيت نرحب بلجنة التحكيم اللي راهي معنا، وحبيت نرحب بالضيوف الكرام اللي شرفونا بحضورهم. يعني بعد بسم الله الرحمن الرحيم باش نجرب على هذه الحبيبة، لو كان جيت أنا صرخة ذلك نادي سكاني والقوم، وين راهم يا مات زمان، وين راهم قاعدة ولمات، وين راهم اليامات الحلوة ريحت الياسمين، وين راه الحايك وبواوينا وكحل العين توحشنا، وين راهم الولاد الصغار اللي كانوا يلعبوا في الغميضة ولا ماغينو في البويضة مناش نشوفوهم. يعني صح توحشناهم وحبينا نعاودو نشوفوهم، تمنيت نشوف ولاد بلادي يعني يعرفوا صور البهجة، يعني هذه الحاجة اللي قليل وين نعرفوا. شكرا لجنة التحكيم ونرحب بيهم ونرحب جمهورنا الكريم، شكرا على السؤال. لو كنت صوت الجزائر لوجهت رسالتي لكل العاصميين والعاصميات باش نحافظوا على نظافة وجمال الجزائر العاصمة من جهة، ومن جهة أخرى باش نعود نرجعوا العادات والتقاليد اللي خلوها من جدودنا وإحنا نسيناها، باش نعود نفكروا أولادنا بها وأحفادنا. كما شفنا جات التكنولوجيا ولهتنا على المناسبات واللمات اللي كانت مسابقة ملك جمال الجزائر العاصمة في انتظار قرار لجنة التحكيم. حبيت نشكر كل متسفقاتكم اللي راح طبعا توجها لجنة التحكيم لا دوزيام دوفين نميرو 11 رقم 11 المتسابقة رقم 11. طبعا المتسابقة رقم 11 فكل التشجيع بالنسبة للا دوزيام دوفين بحضور الرئيسة من يجيب لنا التاج، تاج الوصيفة الثانية لراحة راضية بن شيخ تحت تصفيقاتكم. طبعا شكرا لكم. الوصيفة الثانية تحية كبيرة لها، بالتوفيق لها أيضا في مسارها. طبعا أنا من الناس اللي ما نحبش سيسبانس، لكن مكتوب إنه مبروك عليك. الوصفة الثانية شكرا لكم. الوصفة الأولى واللي راح تكون معنا المتسابقة رقم 9، مبروك عليها اللقب لقب الوصفة الثانية. في تتويجها طبعا نوال قدود أو سندريلا الجزائر، مبروك عليها اللقب طبعا وبالتوفيق في مجالها طبعا أو في حتى النشاطات اللي راح تقوم بها بعد التتويج أو بعد اللقب. الوصيفتين الأولى والثانية المتسابقتين رقم 9 ورقم 11 على الترتيب هما الوصيفتين الأولى والثانية، بالتوفيق لهم تشجيعكم لهم سيلفو بلاي، تحية لهم كبيرة وتصفيق عليهم كبيرة. أما الآن فلحقنا إلى اللحظة الحاسمة أو اللحظة اللي ينتظر فيها الجميع سواء من الجمهور أو حتى المشاهدين اللي يتابعوا فينا عبر قناة نجمة. اللحظة الحاسمة لحظة لقب أو صاحبة لقب ملكة جمال الجزائر العاصمة من بين 12 مشتركة كانت هي المتوجة أو راح تكون هي المتوجة واللي هي المتسابقة رقم 3. بالتوفيق او
يعني ما قدرتش نقول لهم صرحوني، ولكن بالتوفيق ليكم في مسابقات اخرى او في محافل اخرى او في ابواب اخرى ان شاء الله. شكرا لكم وشكرا لمشاركتكم معنا. اذا المتسابقه رقم 3 هي ملكة جمال الجزائر. طبعا يقوم تتويجها سيد فيصل حمدان رئيس لجنة التحكيم وايضا رئيس مسابقة ملكة جمال الجزائر. اذا كانت سهرتنا اليوم على قناة نجمة تي في، كانت معنا اليوم لجنة التحكيم وكل المتسابقات في مسابقة ملكة جمال الجزائر العاصمة. شكرا لحضوركم معنا، شكرا لمتابعتكم لينا، بالتوفيق ومبروك لكل المتسابقات اللي كانوا معنا للوصيفتين. شكرا لمتابعتكم لينا وشكرا مشاهدينا اللي متابعوا فينا عبر قناة نجمة. شكرا للحضور للأسرة الإعلامية والفنانين اللي راهم حاضرين معنا اليوم. بهذا الفوز عدل première dauphine. Je suis contente. 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 مساء الخير. كيف شفتي اليوم يعني المسابقة وكان اختيار صعب؟ والله كان اختيار صعب، يعني أنا C'est bon, merci.